من بدت أحداث فلسطين ولحد الآن. انتشرت هواية مقاطع وصور لشهداء القصف من أطفال ونساء، لكن أثر بها مقطع فيديو لرجل وهو شايل أكياس فيها أشلاء أبنائه وكانت إيد طالعة من العلاقة. فتخيلت اللحظة اللي قاعد بيها هالرجل ويلملم بأشلاء ما تبقى من أبنائه، يشيل هذا اللحم من القاع يخليه بالتشيس. شنو شعوره؟ شعوره لما يشيل الإيد ويخليها بالتشيس شلون تحمل؟ فقررت أرسم لوحة توصف هالمشهد، لوحة تخليك تشعر بمعاناة هالرجل بهالمشهد، تخليك تحس روحك بمكانه لا سامح الله. جسدت ألم الرجل بصرخة قوية بشفة زرقاء نتيجة شدة البكاء. أيادي ابن المقطوعة بألوان جاحدة بسبب النزف وغبار القصف، اليد اليمنى مرفوع أصبع الشهادة. وبعد أكثر من شهر من إنشاء هالمشهد والتفاصيل والرسم كملت اللوحة وهي بعنوان أشلاء في كيس.